ذكر البخاري رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فجملة ولا يسلمه تدل على أن المسلم له أن يفعل أو أن يقول الكفر لدفع قتل لأخيه المسلم لقوله ولا يسلمه. هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله عند هذه الجملة ولا يسلمه. المسألة تحتاج في قضية دفع الإكراه عن الغير بفعل الكفر أو قول الكفر تحتاج إلى مزيد بحث.